السلام عليكم ورحمه الله كيف الحال يا شباب جاكم مقطع جديد مقطعنا اليوم راح نشرح عن مطرقة الليد سليد وأكيد كومنتات كثيرة كانت تنكتب عنا على المقاطع زورو عملنا على مطرقة الليد سليد أو مطرقة المحرك كما بسميها الأغلبية بسبب شكلها كمحرك سيارة ويعني صراحة أو أنت أول ما تفوت الجيم وتبدل أو ترجع عليه راح يطلع صوت المحرك منها وزي ما شايفين اللي هو الأكزوستات اللي فوق يعني تصميم موتور سيارة يعني متخصصه يعني او كشكل ماتور يعني فان شاء الله اليوم راح نشوف افضل البركات لهاي المطرقه وايش اكثريه الناس بيستخدموها يعني حاليا المطرقه كان او قويه هي المطرقه لكن الاغلبيه حاليا بيستخدموها بالتنقلات بالستورم شيلد بال30 هجمه اذا كان كونستركتر عشان ينط على المباني لانه ما بيقدر ينط زي النينجا فعن طريق هاي المطرقه بيقدر يتنقل فراح نشوف افضل البركات على هاي المطرقه طبعا زي ما احنا شايفين امامنا حاليا في بيركات هاي المطرقه اللي هو كريت دامج عندنا موفيت سبيد عندنا الاليمنت اللي هو انرجي عندنا كريت دامج دامج موست مونستر بس بالنسبه لشغله بسيطه اللي هو الليدس. الليد سليد عندي اياه برايت كور طبعا انا بحساب القديم كان اللي هو الشادو وفعليا لو انه الحساب زي ما بتعرفه اهداني يا بانجو فلو ما كان مطورها حطوره لشادو شر ليش السبب اني اطوره لشادو شر لانه المطرقه هون عنا بيحكي لك على كل ضربه بتضربها للزومبي راح يجيك 6% اتاك سبيد فلمدة خمس ثواني لخمس ستاكات راح يرفع معك، فطول ما انت قاعد بتدمج في الزومبي المطرقة راح تكون عندك سريعة، فأنا بحاجة اللي هو دمج زيادة في المطرقة أو بشكل عام بالميلي، يعني أنا بشوف دائما أفضل بالنسبة لإلي اللي هو الشادو، فطبعا في ناس ممكن مقتنعين أنه البرايت أو الأبسيديون بيزيد لي الأتاك سبيد، لكن في هاي المطرقة بيختلف الشغل معانا لأنه على كل ضربة راح تعطيني 6% أتاك سبيد في خمس ثواني لخمس استاكات. يعني اذا انت عندك اياه بدك تطوره تستنى هذا المقطع ارفعها لشادو شادو طيب بنفوت في البركات، البركات عندنا اياهم كريد دمج، موفي سبيد، اليمنت اللي هو انرجي، طبعا اللي انت حر فيه، عندنا كريد دمج والبرك الاخير دمج تو مونستر اند بوسس هذا افضل برك، طيب ليش اثنين كريد دمج يا زورو مش واحد فرصه وواحد ضرر؟ انا بقول لك ليش؟ لانه انا عندي كونستركتور بيعطيني 50 في المية فرصة فليش احط فرصة بما اني معتمد على الكونستركتر راح يجينا واحد يقول لي طب انا بل كنت ألعب فيها باوتلاندر او بكونستركتر ثاني راح تلعب فيها بكونستركتر او اوتلاندر ثاني او كونستركتر ثاني عفوا ما راح تلعب في هاي التشكيلة فأفضل إشي إنك إذا بدك تفوت تلعب في هاي المطرقة أفضل البركات مع هاي تركيبة الهيرو راح أعطيك إياها وأغلب الناس بيلعبوا باللد سلد زي ما قلت لكم في التنقلات بالستورم شيلد في الثلاثين هجمة بتواين أو كان أو إلى آخره بكل المهمات يعني بتنقلوا بالتنقلات فيها زي النينجا طبعا زي ما احنا شايفين أمامنا الدمج خمسة وعشرين ألف الفرصة عندنا اثنين ونص طبعا معنا ما عندنا فرصة معتمدين على الهيرو الأساسي اللي بيعطينا خمسين الكريت دامج 320% عندنا الاتاك سبيد 0.75 طبعا اذا عملته شادو راح ينزل لكن الافضل لك اللي هو يكون شادو او سان افضل لك بالنسبه لي الامباكت عالي جدا 2663 فهي هي افضل البركات لمطرقه الليد سليد. فخلينا ننتقل على اللي هو شغله ثانيه طبعا انا عندي مطرقتين زي ما انتم شايفين المطرقتين عندنا واحده ايه؟ ثنتين ضرر واحده فرصه طبعا اللي فيها الفرصه 61 على 185 طبعا واحد 61 فرصه كثير اوفر يا شباب عشان تكونوا عارفين فيعني يعني لا تفكر انه كل ما كثرت الفرصة راح تقل معانا او يعني تكونها اشي كويس فدائما اعتمد انه اذا كانت عندي الفرصة 52 ممتاز جدا زيد الضرر عندك يعني 320 الضرر يعني 320 ألف راح يجيك على كل فرصة فهذا الرقم جدا ممتاز يكون معي فخلينا ننتقل على تشكيلة الهيرو راح تكون معنا طبعا راح يكون معنا الكونستركتر الهاردوير كريكتر ريتنج 50% فرقم كثير ممتاز فبستغني عن الفرصة التيم بيرك عندي على كل اللي هو أي زومبي باجي بعطيه دمج راح يجي 6.5% للفل هيلثو للزومبي بتنضرب النسبة في خمسة عندنا السبورت تيم سبورت تيم راح يكون عندنا 30% سنيرس افليكشن 37% دمج لمدة ثلاث ثواني النينجا طبعا هذا الكونستركتر الكونستركتر موجود في الكوليشن بوك من الشخصيات الاساسية وبتقدر تسحبه بالفلكس اذا ما كان عندك اياه وطبعا هاي الشخصية الثانية كمان موجودة في الكوليكشن بوك كمان تقدر تسحبها في الكل اللي هو هارد وير دمج 17% وعندنا اللي هو الكونستركتر رجل الالي بحكي لك ميلو ويبون انرجي دمج 32% بما انه عندي ليد سلد انرجي فراح يجيني اللي هو 32% كمان ممتاز جدا وعندنا هون بحكي لك انه 5.5% راح يجيني دمج زياده على نسبه الهيلث اللي راح تكون معي فمعروف الكونستركتر انه اعلى الهيلث من بين كل الهيروات وعندنا اللي هو الاخر شيء الاساسن او الاساسن ساره لكن هون الشخصيه الشاب بعرف انا اسم البنت شب هون مش عارفه عندنا الميلي ووبن دمج واحد ستاك لخمس ستاكات راح يرتفع عندنا الدمج لأربعة ونص لمدة خمس ثواني راح ترتفع عندنا لخمس ستاكات فهاي هي تركيبة افضل اشي اذا بدك تلعب باللد سليد في هاي التشكيلة حبايبنا لكن اذا فت بكونستركترات ثانيه او لعبت باوتلاندر او لعبت باي شيء راح تكون وسيله الليد سليد ما تكون اللي هي انك تنزل فايتات فيها فقط اللي هي عمليه التنقل من سقف لمكان لاماكن ثانيه او بدك تطلع على فوق سقف فخلينا حاليا نفوت مهمه ونجرب المطرقه امامكم طبعا حاليا حبايبنا دخلنا المهمة كالعادة واكيد لما نيجي نحطها على المحرك او المطرقة راح نسمع صوت المحرك فخلينا نسمع مع بعض شايفين صوت المحرك وواضح معانا مية في طبعا الابيليتي في المطرقة معروفة انه مثلا انا كنت مثلا اوتلاندر او كونستركتر او مهاجم ما بقدر اطلع على ظهر هذا السقف فمن المعروف اني راح اطلعه في هاي الطريقة على سقف إذا كنت أنا بالستورم شيل تبعي أو مثلا بدي أنتقل على المنطقة الثانية راح أنتقل في هاي الطريقة طبعا هاي بحالة إذا كنت أنت بتلعب في أوتلاندر أو مهاجم أو أوتلاندر لكن في الكونستركترات وكمان بالكونستراكتر عفوا يعني من عدا النينجا لانه النينجا معروف انه بنط من اماكن بعيده يعني فهذا الشيء ما بياثر عليه، فحاليا راح نجرب المطرقه في البركات تبعتها اللي هي اثنين ضرر مع موف سبيد، طبعا الموف سبيد بتفيدني بالسرعه يعني، والدمج موست مونستر او دمج موست مونستر اللي هي للموست مونسترات، فزي ما قلت لكم المطرقه يعني اذا عندك اياها فاعملها اللي هو اه تكون شادو يعني افضل لك وانا فخليه انا السماشر خلينا نشوفها كيف على السماشر راح تشتغل معنا طبعا يعني معروف او كاملي يعني على المليات دائما راح نشوف كيف راح تشتغل عليهم فخلينا حاليا يضرب نعطيه واحد هون طبعا شايفين كيف الامباكت والستان اللي قاعد بيجي للزومبي خلينا نشيل هذول طبعا زي ما انتم شايفين حاليا يعني المطرقه الى الان شغاله معانا 100% فخلينا اللي هو نشحن طاقتنا طبعا شايفين هذا الكاينيتك اوفر لود اللي قاعد بيطلع الصوت اللي هو طبعا غيروها الكاينيتك اوفر لود بطلت تنتبه عليها الواحد طبعا كمان لا تنسوا المطرقه اللي معي اللي هو 130 وباور الزومبي 140 فيعني انا دائما تجاربي بتكون امامكم يعني ما بيكون بديش افوت 106 على باور زومبي 100 راح تكون مبينه المطرقه اوفر وقويه معانا فدائما اللي هو انا بفضل انه مثلا فرق عشر ليفلات ممتاز جدا اللي هو لا أجرب عليها المطرقة طبعا من المعروف يعني سماشر مية واربعين هلثو جدا قوي جدا يعني ما بزبط اني اجرب عليه يعني فقدامنا اللي هي المجموعات العادية فخلينا نجرب خلينا نروح خلينا نحمي <applause> بديش هاي الحركة فرحتنا بدي الحركة الثانية نحمي يا اخي الحركة الثانية بدناش هاي ايوه خلينا نحمي قبل لا نروح على الزومبي اوكي حمينا ونروح له وضعنا طبعا هاي الحركه موجوده كانت في ال في الباتل رويال سعرها 200 وفيها بالرقصه رقصتين فجدا حلو طبعا زي ما انتم شايفين يعني على الزومبي العادي الدعابيل هذول يعني كلياته شغاله معانا ممتاز هون تلعب في كره راح برا فصراحة يعني المطرقة أنا بشوفها أوكي ممتازة يعني بنقدر نحكي إنها ممتازة المطرقة مش عاطلة كدمجها، يعني زي ما انتم شايفين 140 وهي 130، يعني إذا كنت أنت مطرقتك مثلا 130 وفايت على بوارات 126 127، حتلعب فيهم وتكون المطرقة معك خرافية، وكمان يعني الأغلبية بالتنقل بيستخدموها، يعني الكل كان بده مطرقة الليد سلد وبركاتها، أتوقع عشان لما كنت أعمل بثوث على اللي هو المقاطع يعني أو عفوا البثوث عشان التنقلات اللي كنت اتنقل فيها والكل بيسالنا طبعا هون قدامنا ابو عيون طبعا ابو عيون شايفين كيف والمجموعات اللي قاعده بتهجم علي يعني للامانه شايفين كيف المجموعات طبعا انا هون الزومبي فجرني الله هذا ابو النحل خبيث خلينا اشيله الله راح يقتلني قتلني المهم قتلني، طبعا شفنا كيف على المجموعات يعني، طبعا إذا بدك تحط اللي هو السرفايفل انه هو يرجع لك الهيلث في حالة انك قتلت أي زومبي بتقدر ترجحها، لكن احنا فقط احنا للتوضيح وللتجربة انها تكون معنا دائما التجارب واضحة، انه المطرقة مع بركاتها مع تشكيلة الكونستراكتور اللي فتنا فيه، يعني عشان تكون الأمور واضحة انه هاي المطرقة تزبط تلعب فيها في تشكيلات معينة أو تشكيلة واحدة معينة فقط لكن الأغلبية أنا متوقع مليون في المية حيطورها فقط اللي هو يتنقل فيها من مكان لمكان يعني يستخدم الابيليتي تبعتها في المهمات كانت بمهمات مثلا علقت بمكان مثلا فتت مع واحد سون شيل شايل عنك الادة بدك تطلع من هالصندوق من هالمكان انحشرت بمكان مطرقه الليد سليد راح يعني توفي بالغرض زي ما انتم شايفين نطيت من هون لهون وصلت في هون ف يعني لهون اتوقع انه الامور كانت واضحه للجميع اتمنى انكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا لا تنسوا اللايك ولا تنسوا الكومنتات شو الاسلحه القادمه اللي بدكم اياها ولا تنسوا كود الشوب اللي هو اكس 90 يعطيكم الف الف عافيه ومنشوفكم في مقاطع جديده ان شاء الله